خروج وجه لوجه مع الحارس آيت مهوب. آيت مهوب اللي عرف كيف يغلق الطريق في وجه بطروني. شوفوا الإعادة بالتصوير البطيء، هذا البطروني يخرج منفرد لوحده، آيت مهوب بذكاء يتمكن من رد الكرة اللي كانت خطيرة، تنفيذ ركنية لصالح اتحاد الكهرباء، بطروني نفذ الركنية وتمس. لصالح طلبي مخالفة لصالح مولودية نفط العاصمة. زمير أمام الكرة بينما نعيش الدقيقة العاشرة من الفترة الثانية للوقت الإضافي. النتيجة متعادلة، 4 أهداف لكل فريق. رابط طويلة يسبق الكرة لبطروني، يلحق بطروني بالكرة، يجتاز زمير يتوقف بطروني. مرفوعة سليماني وما يوجدش مساعدة، وإلا كانت خطيرة. وآيت مهوب في النهاية. هذا لاعب من المولودية وقع على الأرض، الحكم يطلب تقديم الإسعافات للاعب المصاب. وطبعا إذا بقيت النتيجة هكذا متعادلة، 4 أهداف لكل فريق، سنحضر لضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت أو الفترة الثانية للوقت الإضافي، وذلك من أجل تعيين الفريق المتأهل للدور النصف النهائي المقبل. وهكذا عشنا وعاش جمهور ملعب 5 جويليا الأولمبي